عايزك تروزي بس كده من عناي. اشرب الكاس بتاعك. وانت فين كاسك؟ انا اعزم بس. ولا علشان خاطري؟ يا ريت. تعرف انك اتغيرت قوي؟ يعني دلوقتي بقيت عاجبك؟ طول عمرك كنت بتعجبني، بس انا كنت بعمل كده عشان تغير من حياتك. بدليل انك انت اتجوزتي مدحت. ما تاخدهاش بالشكل ده. جوازي من مدحت كان مجرد تضيع وقت لحد ما تكون انت كونت نفسك. فاهم؟ انا ماليش حد غيرك. ايه؟ مالك؟ في حاجه شغلك؟ مش كنت بتتمنى اللحظه دي؟ ايوه، بس في حاجه كبيره قوي واقفه بيني وبينك. حاجه ايه؟ اخلاقي. اخلاقي ما تسمحليش ان انا اخون واحد صاحبي. اخلاقك؟ لما شايل سبقه الموز بتراب الفلوس بعتها ملايين، ما خدتش صاحبك؟ لما خربت بيت ابو مدحت ما اعتبرتهاش خيانه ليه؟ ده شغلي، والشغل ما فيهوش رحمه. ياه، ده انت فعلا اتغيرت قوي. دلوقتي بس حسيتي. انا فعلا تعجبني الاخلاق دي، بس تاكد عمري ما هسيبك. انت مستني حد؟ اصل انا كنت ندي ميعاد لواحده صاحبتي تجيلي بعد انت ما تنزلي. الظاهر الوقت خدنا. البسي هدومك. بس هحرك ازاي؟ نستلم الخدامين طبعا. واحدة طيب. ريف عبد ايه بيقول لك تفوت عليه ضروري الليلة في بيته.